لك السؤال على اللقلقة في الكلام او التهتهة او اللي هي الستاترينج. بص، طبعا السؤال الاولاني انت بتسأل هل في وراثة في الموضوع. اي صفة نفسية فيها جزء وراثي، فما يعني احتمال يتورث واحتمال لا. هل يقدر نعمل تيست عشان اعرف انا ورثت المرض النفسي او الظاهرة النفسية ولا لا؟ حاليا ما فيش تقدم لهذه الدرجة، ان احنا امراض قليلة جدا اللي نقدر نديتكت الجينيتيك ترانسميشن بتاعها، ان احنا نعرف هي هتتورث ولا لا. بس احنا كل انا اقدر اقول لك يعني 95% من الظواهر او الاعراض النفسيه اللي الانسان بيمر بيها ممكن تكون فيها جزء وراثي. فاحتمال شخص يكون ولاده هو بيتهته هو او بيستاتر وولاده هيبقى عندهم نفس المشكله. طيب هل في علاج دوائي للموضوع؟ حسب. اذا انا في قلق في الخلفيه في الباك جراوند، هو ده اللي بيخليني أتأتأ في كلام أو أتأتأ في كلام. وأنا مثلا ممكن أكون بتكلم مع بابا وماما عادي، بتكلم مع أصحابي عادي، بس لما بطلع بره وسط الناس هو ده المكان اللي بتهت فيه أكتر، والموضوع بيختفي تماما مع الناس القريبة مني أو الناس اللي ما بخافش منهم. ممكن يكون فعلا الدواء يقلل القلق شوية ويقلل اللي هي بنسميها سوشيال انكزايتي شويه، اللي هو الرهاب الاجتماعي او الخوف الاجتماعي. وفي ادويه كتيره للموضوع ده. اوكي، في ادويه از نيدد زي دواء اسمه بروبرانولول. ده از نيدد يعني ايه؟ يعني اما ابقى عاوز، يعني رايح مثلا اقول محاضره في المدرسه ولا في الجامعه وانا عندي مشكله في التهته، اكيد ده مكان هتهته فيه يعني للصبح. اوكي، فممكن في ادويه كده هاخدها بتخليني يعني الخوف يقل، فلما الخوف يقل التهتها كمان تقل. وفي ادويه بقى كتير لازم، دي حاجه اسس اذا كان في قلق، اذا كان في اكتئاب، اذا في توتر. هل في، طيب ده جزء من الموضوع، اذا كان في جزء نفسي في الموضوع. اذا ما كانش في قلق وما بتحسش التهتها دي بتحصل في كل مره انت بتتكلم، ايا كان هتكلم في البيت، هتكلم بره، هتكلم في اي حته، هي موجوده خلاص. يبقى انا دي محتاجه تمارين وليها تمارين كتيرة، ودكاترة التخاطب فعلا من أحسن الناس اللي بتعمل التمارين دي. وفي تمارين بقى يعني مش تخصصي، لكن أنا عارف إن هما بيخلوا المريض يسجل مثلا، لأن نظرية من نظريات شرح التأتأة دي أو التهتها إن في مخ بيشتغل أسرع. يعني إحنا عندنا فصين للمخ، واحد بيشتغل أسرع من التاني أو أبطأ من التاني، فبيخلي جزء يتكلم والتاني يبقى أبطأ في الكلام، وهكذا يحصل يعني خلل في الفلو بتاع الكلام. فبيخلوك تسجل في تسجيل، وبعدين تسمع صوتك، وبعدين تعيد الكلام ورا صوتك تاني، وهكذا. دي كلها أو تقرأ من حاجة بصوت عالي، وكل دي تمارين. وفي تمارين كتير بقى بيعملوها بس بتتحسن جدا مع التمارين. فأنا شايف، انا شايف ان انا محتاج الاتنين، دكتور نفسي يأسس ان انا مفيش مرض نفسي او ظاهرة نفسية او قلق او توتر بيخليني تهته. رقم اتنين ان اذا المشكلة بس ميكانيكال يعني حاجة في كلامي، بيبقى هي التمارين هي اللي هتحسن. شكرا ليك.